ليك ما تجي امك لما عم تعمل قهوه وراي. احذري مين كان عندنا اليوم. ما جزت. لك والله بالعز احذري حزور عندي عم. خلصيني سعاد مين؟ لك احذري شكلك مالي كثير انت. حدا كثير 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 بتحبيه بتموتي فيه. يا لطيف مين هو؟ طيب رح اعطيكي اشاره ثانيه. حدا حلاوه 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 وامه اجمل منه لسه. لا تقولي لي سميري وام سميري. ايه والله شو كان عم يعملوا هون؟ عملوا لنا زياره كثير طويله اليوم. يعني يطلبوكك ما اغلظك. والله العظيم ماني عم امزح. علا عن جد اجوا اليوم اهله لسمير وطلبوكي. سمير طلبني انا؟ ايه وبابا قال انه بس تجي تروحي لعنده. يا بابا يا حبيبتي انت هيك لانك معلقه ولانك مطلقه. بعدين انت اساسا ما بتعرفي امتى بده يرجع. ليش حتى تربطي حالك ومصيرك ومستقبلك بشخص هاجر؟ يا بابا يا علا انا والله بتمنى قبل ما اموت شوفك ببيت جوزك مرتاحه ومبسوطه. بعدين سمير شاب منيح وشغيل ونحن بنعرف اهله. ليك يا بابا يعني انا ما رح اجبرك على شيء. بضل الرأي رأيك. طيب انت شو رأيك؟ يا بابا يا حبيبتي انا مالي رأي مالي رأي بس صراحة انا برتاح اذا بتوافقي. مو بس برتاح بجوز صح كمان. خلص ابي انا موافقة. هو اصلا سمير شب طيب يعني مثل ما قلت انت. أنا متعلقة بشخص من مهاجر وما بعرف إذا رح يرجع ولا. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.